معانا اتصال هاتفي من الفنان شعبان عبد الرحيم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله. قول لي حضرتك بقى، يعني انطباعك ايه عن فوز السيسي وفرحتك ازاي دلوقتي عامله؟ احنا دلوقتي انا عايز اوجه الميكروفون على التليفون واسمعك اللي ضرب النار اللي قاعدين نضربه. انا عايز يعني اسمعه بس المهم يكون امن، يعني ما نصيبش حد. قاعدين نضرب المفرقعات وقاعدين بنهيص قدام البيت. طيب بس يعني انت غنيت لعمرو موسى وغنيت لناس كتيره، هتعمل اغنيه برضو للرئيس الجديد ولا يعني ناوي على ايه؟ انا اغنيه للانتخابات والحمد لله نجح، اعمل بقى اغنيه تانية للصلح. طب ما تسمعنا حاجه كده يا استاذ شعبان من حاجاتك الحلوه اللي فيها يعني شكر لمصر، يعني تفاؤل وامل بالرئيس الجديد ومستقبل مصر ان شاء الله. مش هتسمعنا حاجه دلوقتي وانت على التليفون معانا كده؟ لا دلوقتي لا. لكن انت فين دلوقتي؟ تواجدك فين؟ انا قاعد قدام البيت في الهرم. وفعلا في فرحه، في ناس موجودين في الشارع؟ ده ناس بتهيص وعربيات بتزمر والدنيا مقلوبه. نفسك يعني الرئيس الجديد يعمل ايه يا استاذ شعبان؟ نعم، نفسك في الرئيس الجديد يعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو يعمله الرئيس الجديد ان شاء الله. ايه اكتر صفه بتحبها في الرئيس السيسي؟ الدنيا تهدى وكل الناس تشتغل وكل الناس تاكل عيش. يا رب يا رب، وربنا يهدي الجو ومحدش ما نشوفش موت وما نشوفش الحاجات اللي بنشوفها دي. يا رب ان شاء الله يهدي الاحوال. وفي انتظار اغنيتك الجايه لمصر اولا وللرئيس السيسي ثانيا. شكرا يا استاذ شعبان. الف مبروك الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، ومبروك لكل المصريين اللي فرحانين وحتى المصريين اللي ممكن يكونوا مش فرحانين دلوقتي. يمكن لو اتخذت اجراءات فعليه على ارض الواقع تطمنكم تنضموا للصفوف الوطنيه العريضه اللي اختارت الرئيس السيسي، ونبقى كلنا فرحانين مع بعض ونبقى كلنا ايد واحده. لازم ننضم مع بعض دلوقتي ونعدي المرحله الصعبه اللي احنا فيها ونتحاسب بعدين، يعني كنتوا اخوات اتحاسبوا بس مش دلوقتي. دلوقتي خلونا نفرح وخلونا نامل في مستقبل افضل ان شاء الله.